بالتعاون بين مجلس القصوم وعدة جمعيات ومؤسسات أهلية وخدماتية، تم عقد اجتماع مع أهالي من قرى المجلس لبحث قضية الخدمات للصم والبكم في المجتمع العربي في النقب. هذا أول مشروع للصم يخدم الصم وثقلي السمع في الجنوب. النادي الصم في حورة اللي بيعطيهم المجال يشتركوا في كثير دورات واشتركوا في كثير فعاليات لسد الفشوات بين الناس الصم والناس العاديين أو الناس اللي هم السامعين. الأهالي أكدوا أن أبنائهم وأقاربهم يواجهون الصعاب في تغطية نفقات أجهزة السمع والاحتياجات الأخرى على إثر الزيادة في أعداد المتوجهين والنقص في تأمين متطلبات لهم لتمكينهم من العيش كأي فرد في المجتمع. كلنا أمل أن الناس والمجتمع اللي حوالينهم يتفهمهم ويتقبلهم ويحاول مساعدتهم. أنا جيت متطوع أساس أني أقدر أساعد أو أترجم لغة الصم والبكم في هذا اليوم، لأن من الصعوبة بمكان أن كل واحد ممكن يفهم لغتهم أو يطورها، لكن في ناس ممكن يفهم اللغة كلغة إشارة، لكن لغة الإشارة ودها فهم ودها تعلم. تم خلال الندوة الاستماع إلى عدد من المحاضرات والتي تم ترجمتها بصورة فورية من خلال مترجم للغة الإشارات، حيث طالب الحضور من المسؤولين إنشاء مركز لخدمة آلاف الصم والبكم في مدينة بئر السبع لاضطرارهم للسفر حتى كفار سابا لتلقي الخدمات.